لماذا لم يسمح للنائب نبيل أولى دخول الولايات المتحدة الأمريكية؟ النائب نبيل أولى لم يشارك في لقاء الجالية اللبنانية ومؤتمر للتيار الوطني الحر في الولايات المتحدة وكندا، والسبب أنه لم يمنح الإذن بالدخول إلى أمريكا. هذا ما أعلنه المكتب الإعلامي للنائب أولى الذي أخذ المسألة شخصية، واعتبر الرد من السفارة الأمريكية لأحد المواقع الإلكترونية مهينا لشخصه ومقامه. من بيروت وصلت على بيريز، وإذ فوجئت ببيريز بيقولوا لي ما فيك تكمل. قال طيب بدك تنطر 78 ساعة. أنا هوني بطلب من السفارة الأمريكية ببيروت أي شيء فيه على نبيل أولى اللي كان بأمريكا أو أي منطقة بالعالم يتفضلوا يقولوها، بأن يطلعوا بيان يقولوا أنه لأسباب خاصة، هذه مهينة بالنسبة لإلي. لا حضرت النائب، في قانون بأمريكا ممنوع يناقشوا أي قضية مش بس لأنه موجهة لإلك. إذا كل بلد بيقول في قانون، فإذا نحن كمان فينا نقول أي أمريكاني مش عجبنا راسه ممنوع يفوت على لبنان. هذا رأي أولى، لكن للقانون الأمريكي كلام آخر. ففي الولايات المتحدة هناك نظام يسمى إستا، تابع لدائرة الأمن القومي الأمريكي والهجرة. هذا النظام يمنح مواطني بعض الدول كفرنسا الإذن بالدخول إلى أمريكا من دون تأشيرة، ولكن شرط إرسال طلب على الموقع الإلكتروني الخاص بنظام إستا قبل 72 ساعة. لكن النائب أولى لم يلتزم كمواطن فرنسي بهذه الفترة، فكيف يشرح المحامي الأمريكي نايف مبارك هذه المسألة؟ نظام إلكترونيك، مش في شخصية واحد بتطلع على الأوراق ولا على الأبليكيشن. So إذا في مستيك ولا شيء مشاكل بالأسامي، الكمبيوتر أوتوماتيكلي راح يترفض الغلط. فعشان هيك إذا ما زبط معاه الواحد الأستا يروح على السفارة يطلب الفيزا السياحة تكون أسهل. باختصار، الإجراءات التي تضعها الولايات المتحدة لا تستهدف اللبنانيين بشكل خاص، إنما هناك نظام إلكتروني متطور وموجه إلى كل من يرغب بزيارة أراضيها. وعليه لابد أن يقوم النائب أولى في المرة المقبلة بالتخطيط المسبق لرحلته متبعا الإجراءات القانونية المفروضة على الجميع.